إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. معاشر الأحبة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحياكم الله وبياكم، وسدد على طريق الحق خطاي وخطاكم. أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يجمعني وإياكم في دار كرامته، وأن يحفظني وإياكم من الفتن ما ظهر منها وما بطن. أسأله سبحانه أن يجعلني وإياكم من الهداة المهتدين، ولا يجعلنا من الضالين المضلين. سأحدثكم الليلة بشيء رأيته بأم عيني، فأنا أحتاج منكم آذانا صاغية وقلوبا واعية حتى أستطيع أن أنقل إليكم حقيقة ما رأيت. فالذي رأيته أعظم مما تتصور أنت، الذي رأيته يفوق الخيال ويفوق الوصف، ولن أستطيع والله مهما قلت أن أصف لك جزءا من الذي حدث هناك. فأعطوني السمع واقطعوا الكلام واسمعوا مني هذا الكلام الذي والله لن تسمع مثله. فوالله ما رأيت مثل ما رأيت. عشت سنين، عشرات السنوات قضيتها في هذه الحياة، والله الذي لا إله إلا هو ما رأيت مثل الذي رأيت إلا وصفا له في كتاب الله تبارك وتعالى حين يتنزل العذاب على القرى الظالمة. هذا اللقاء أسميته هذا ما رأيت في رحلة الأحزان، أسميتها برحلة الأحزان لأنها مليئة بالأحزان من أولها حتى آخرها. كيف لا تكون أحزانا وقد رأيت فيها مصرع مئات بل آلاف من البشر، فتلك بيوتهم خاوية لم تسكن من بعدهم إلا قليلا، وكنا نحن الوارثين. أنا وأنتم سمعنا وشاهدنا على الشاشات والقنوات ما حدث هناك في بلاد المسلمين وفي غيرها من البلاد من ذلك الدمار وذلك الزلزال والفيضان التي أصابت تلك القرى. رأينا، لكن ليس الخبر كالمعاينة، ليس من رأى كمن سمع. رأيت بأم عيني ما حل في تلك الديار، ووقفت حائرا خائفا وجلا، أقول لا إله إلا الله، ماذا حدث في هذا المكان، وما الذي كان يصنعه أولئك القوم حتى يحل عليهم مثل هذا العذاب. وسأبين لك بعضا مما قيل لي عن تلك الأحوال التي هناك، لكن والله الذي لا إله إلا هو إن القضية أعظم مما قاله البشر. إن الذي قاله البشر في أسباب حدوث ما حدث هناك والله ليس بالحقيقة الكاملة، ولا يعلم الحقيقة إلا الله. والله لا يعلم حقيقة ما كان يصنع أولئك القوم حتى ينزل الله عليهم ذلك العذاب إلا هو. أسميتها برحلة الأحزان. ما الذي دفعني للذهاب إلى هناك؟ كنت في ليلة من الليالي أشاهد أخبار تلك المناطق، ولقد هالني منظرا رأيته. رأيت أبناء الصليب يتجولون بين أبناء المسلمين، يقدمون لهم العطايا ويقدمون لهم الهدايا ويخففون من آلامهم ومصابهم. فقلت في نفسي أين نحن من هؤلاء؟ أين نحن من هؤلاء في مصابهم في آلامهم؟ أين نحن حتى نستشعر تلك الأحداث العظام؟ تكلمت المنابر وتكلم الخطباء عن هول ذلك المنظر، لكن والله مهما تكلمنا ومهما قلنا فلن نستطيع أن نصف ذلك الحدث وذلك الفول العظيم. قررت الذهاب غيرة على
إخواني الذي رأيتهم في مصابهم ولم أرى من يواسيهم، دفعني إلى الذهاب أن هذه الآية من أعظم آيات الله تبارك وتعالى. أردت من ذهابي أن تكون تلك عبرة لي وعظة أنا أولا، ثم تكون عبرة وعظة لأولئك الذين سأنقل إليهم تلك الأخبار وتلك المشاهد التي رأيتها. هل تظن أن بلاد أندونيسيا بلاد فقيرة؟ لا والله، والله رأيت فيها من الطبيعة ومن الثروات ما الله به عليم. مساحة أندونيسيا ولك أن تتخيل، جزرها أكثر من 17,000 جزيرة مترامية، نصفها في المحيط الهادي ونصفها في المحيط الأطلسي. حتى تقطع أندونيسيا من أولها إلى آخرها تحتاج تركب الطائرة إلى أكثر من 5 ساعات. مترامية الأطراف، ثروات مائية وثروات زراعية وثروات بترولية. عجب العجاب أن أكثر من نصف شعبها يعيشون تحت مستوى الفقر. تدري ليش؟ لأنهم فقدوا التقوى وفقدوا الإيمان، ولو اتقوا الله وآمنوا لتنزلت عليهم من السماء بركات، لكن الذنوب والمعاصي تمحق البركات وتمحق الثروات من أولها إلى آخرها. يمر في خاطري ويمر في مخيلتي، ماذا سأشاهد هناك حين أصل إلى أكبر بلد مسلم ورابع أكبر بلد في العالم من حيث تعداد السكان. وصلت يوم الجمعة عصرا ندعوه في البحر أن ينجي سفينتنا. لما وصلنا إلى الشاطئ عصيناه ونركب الجو في أمن وفي سعة، وما سقطنا لأن الحافظ الله. وصلنا ونزلت إلى المطار، أنهيت إجراءات السفر والدخول، استقبلني أحد الإخوان حيث كان عندي ترتيب مسبق مع جمعية إحياء التراث الكويتية، جزاهم الله عني كل خير، وفروا لي كل الأسباب، وفروا لي من يقوم باستقبالي ويقوم بالترجمة، ووفروا لي سائقا ينقلني من مكان إلى مكان، فجزاهم الله عني كل خير. انطلقنا. إذن لا بد من الانتظار سبتا وأحدا حتى يأتي يوم الاثنين فتبدأ ترتيبات السفر. ضاق صدري، تدرون مما؟ أريد أن أرى محجبة، أريد أن أرى مغطاة. والله ما رأيت، لا أظلمهم، فيهم محجبات، لكن محجبتهم تلبس البنطال الضيق أضيق ما تتصور، ليتها لبست الجلباب وكشفت شعرها، ليتها والله لبست الجلباب وسترت عورتها وكشفت شعرها. يغطون شعورهم ويبينون مفاتنهم وأجسادهم في كل مكان بلا استثناء، المحجبة وغير المحجبة. يا الله، نحن هنا حين نرى التي تكشف وجهها تضيق صدورنا، فكيف بكاسيات عاريات في كل مكان يمنة ويسرة؟ لم أستطع أحتمل هذا، وصاحبي يصبرني يقول سترى إن شاء الله ما يسعدك وينشرح به صدرك. وأنا أصبر نفسي على تلك المناظر. مضى يوم الجمعة ثم جاء يوم السبت. يوم السبت الواحدة ظهرا أخذني إلى معهد للأيتام، يقومون بكفالة الأيتام في معاهد ابتدائية ومتوسطة وثانوية، ثم بعد الثانوية يدخلون في معهد لتدريب الدعاء، ثم ينشروهم على قرى أندونيسيا التي تشربت بالبدع والخرافات. وصلنا هناك، انشرح صدري وبدأت أشعر بالأمان. رأيت حلق القرآن، رأيت المصلين، رأيت القائمين، رأيت الذين يدعون ويتضرعون. لكن ماذا عسى أن يصنع هؤلاء وسط هذا الركام؟ ماذا عسى أن يصنع هؤلاء وسط تلك الآلاف المؤلفة من البشر التي تعيش في ضياع لا يعلمه إلا الله؟ عرفت حينها لماذا ضعفنا حين بدلوا هوية المسلمين وغيروا في كل شيء في حياتهم. يوم الاثنين تمت الإجراءات، حجوزات شديدة، وقلما تجد حجزا هنا أو هناك لكثرة الوفود التي أقبلت عليهم. لكن من أين؟ أكثر الوفود نصرانية باعترافهم هم قالوا ما أتانا إلا النصارى، وبدأنا نرفض هذا الوجود، لم يأتوا لنا محبة فينا ونحن نعلم ماذا
ماذا تكن أنفسهم وضمائرهم. كان لابد أن نسافر في يوم الثلاثاء إلى بلد آخر، ثم في يوم الأربعاء ننتقل من طائرة أخرى إلى بلد آخر حتى نصل إلى الديار المنكوبة. الديار المنكوبة يا إخوان تقطعت فيها كل السبل، طرق، مواصلات، كهرباء، انعدم الغذاء، انعدم الدواء، انعدم كل شيء إلا ما يأتيهم من وسائل الجمعيات والإغاثات. ثم ركبنا الطائرة ووصلنا إلى تلك الديار. أول ما وصلت ماذا رأيت؟ على جدران المطار كلها واجهات وخلفيات ومقدمات ومؤخرات صور لأطفال، لرجال، لنساء، لمجموعات، لفرادة. قلت صور من هؤلاء؟ قال هؤلاء صور المفقودين، هذا يبحث عن أبنائه، هذا يبحث عن أسرته، هذا يبحث عن بني عمومته، الكل يبحث عن أهله. اسم الإقليم هذا إقليم آتشي. هذا الإقليم يا إخوان أول إقليم دخله الإسلام في أندونيسيا. هذا الإقليم الذي وصلنا إليه، الذي تدمر عن بكرة أبيه، وأنا أعني ما أقول، هذا هو الإقليم الذي دخل فيه الإسلام أول ما دخل إلى أندونيسيا، ومنه انتشر الإسلام في كل مكان، وكانوا من أحسن الناس دينا، كانوا من أحسن الناس دينا وأحسنهم تمسكا بالعقيدة. ثم بدأ يتغير الحال، غيروا فغير الله عليهم، ذلك بأن الله لم يكن مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. سألتهم كيف تغير الواقع، اسمع كيف تغير الواقع وبأي خطوة بدأ التغيير. قلت كيف تغير الواقع من تمسك بالدين إلى انحلال وضياع؟ قال اختلط الرجال بالنساء فضاعت الفضيلة وانتشرت الرذيلة في كل مكان. أصبح ووصلوا إلى درجة من الضياع أن كل فتاة مسلمة عندها صديق، أصبح أمرا طبيعيا في حياتهم أن الفتاة المسلمة تغدو وتروح مع صديقها ويدخل معها في بيت أبيها وبيت أمها، بل قد يزني بها وأبيها في المسجد، بل قد يزنى بها في بيت أهلها وأبوها يصلي في المسجد. كتمت آلامي، كتمت أحزاني، وأنا أرى ذلك البلد المسلم يفعل به ما يفعل. المطار يبعد عن المناطق المنكوبة التي هي أقرب إلى شواطئ البحر بخمسة وعشرين كيلو مترات طوال الطريق، وبعد أن تجاوزنا 10 كيلومترات بدأ الدمار يظهر يمنة ويسرى، يزيد شيئا فشيئا، كلما اقتربت من شاطئ البحر بدأ الدمار يظهر على حقيقته. بيوت محطمة، أشجار قد اقتلعت من جذورها، سيارات تراكمت على بعضها البعض، بل قوارب وجدتها في الشوارع هنا وهناك أتت من على شواطئ البحر. قلت ما هذا؟ قالوا لي لم ترى شيئا بعد، قالوا لي لم ترى شيئا بعد. قال لي من سبقني إلى ذلك المكان سترى قيامة مصغرة. قال لي أليس يوم القيامة تبدل الأرض غير الأرض؟ قلت بلى. قال فتلك الأرض قد تغيرت تماما، تلك الشواطئ قد تغير حالها تماما، فلا هي بالأرض التي كانوا يعرفونها قبل 18 يوم فقط. أول ما وصلنا أخذوني إلى قرية من القرى، هذه القرية يا إخوان تبعد عن شاطئ البحر 8 كيلومترات. كم؟ 8 كيلومترات. فماذا رأيت؟ رأيت الموت في كل مكان، شممت رائحة الموت من كل بقعة من البقاع. بيوت مهدمة، أثاث بيوت قد انتشر في كل مكان، ورائحة الجثث تأتي من كل بقعة من البقاع. قالوا لي مضى على ما حدث أكثر من 18 يوما، وإلى الآن في كل يوم ندفن أكثر من 700 جثة، كل يوم ندفن أكثر من 700 جثة نلتقطها من هنا وهناك، ولا زال هناك آلاف، ليس عشرات بل آلاف، لم نستطع إخراجهم
انظر إلى ذلك البيت، رأيت فإذا حطامه في الداخل قد تراكم على بعضه البعض. قال: عندي علم يقين أن أهل الدار في الدار، موتى قد فارقوا الحياة ولم نستطع إخراجهم إلى الآن. رأينا أناس ينظفون دورهم، ينظفون بيوتهم، يخرجون موتاهم، بعضهم جاء من أماكن بعيدة حتى يشهدوا، حتى يشهدوا دفن أقاربهم. فإذا أخرجوهم من بين الركام كانوا يريدون أن يدفنوهم فرادى كما يفعلون، فما إن يخرجونهم حتى يتخلوا عن ذلك ويوافقوا على دفنهم في المقابر الجماعية. لا يعرفونهم، إن حملوهم تقطعت أجزاؤهم، إن حملوهم أو ساروا بهم تقطعت أجزاؤهم، صغار، كبار، نساء، رجال، كل ما يخطر على البال. ثم هناك على بعد عشرات المترات رأيت منظرا عجاب، رأيت منظرا عجاب، رأيت سفينة بحرية أكبر من هذه القاعة، رأيت سفينة بحرية تفوق هذه القاعة في الحجم مرات. والله يا إخوان قلت: يا الله، كيف وصلت هذه إلى هنا؟ قال: قذفتها الأمواج، طولها أكثر من 60 أو 70 متر، وزنها أكثر من 560 طن، قذفتها الأمواج كالريشة. قلت: يا الله، ما تلك القوة على تلك الأمواج حتى تنقل هذه السفينة التي تحمل مولدات كهرباء إلى هذا المكان؟ ألقتها على القرى وعلى البيوت، تحتها كان عشرات البيوت يقولون قبورهم قد قامت في مكانهم، فلا نستطيع إخراجهم، وستبقى تلك السفينة في ذلك المكان إلى ما شاء الله، آية وعلامة على عظم ما حدث في ذلك المكان. رأيت أناس تجمعوا هنا وهناك، بدأنا نتكلم معهم، بدأنا نتحدث معهم عن ماذا جرى وماذا حدث. قال لي أحدهم: أنا عمدة القرية. في الصباح الباكر في 7 أو 7:30 شعرت أن الأرض تهتز. أجدادي من قبلي كانوا يقولون لنا: إذا اهتزت الأرض والشواطئ قريبة فاهربوا إلى الجبال. فخرجت أولول وأطيح في الشوارع، خرجت أطيح في شوارع القرية، الهروب الهروب، والناس نيام، 7:30 صباحا، والنساء والرجال نيام في دورهم وفي غرفهم وعلى فرشهم لا يدرون ماذا ينتظرهم. بدأت أطيح في جوانب القرية: أهربوا أهربوا إلى الجبال. خرج معي منهم مئات، ومات آلاف منهم في داخل بيوتهم. من سمعني هرب معي، ومن لم يسمعني مات في ذلك المكان. هناك عشرات من الجثث خارج البيوت قد أخرجوها، وهناك أيضا وهناك أيضا، وفي كل مكان في كل مكان لا ترى إلا أموات، ولا ترى إلا جثث ملقاة على جوانب الطريق في انتظار من يحملهم حتى يلقوا في المقابر، في المقابر الجماعية. قلت: يا الله، هذا ما حدث؟ قال: إلى الآن لم تصل إلى مناطق الدمار. هذه القرى تبعد عن شاطئ البحر 8 كيلومترات، وقد حل بهم ما حل. قال: الآن سنذهب إلى تلك الأماكن. انطلقنا، وعلى طوال الطريق كلما اقتربنا يزيد الدمار، دمار لا يوصف. والله مهما قلت لن أستطيع أن أعبر عما رأيت. وقفت حائرا خائفا وجلا: يا الله، ماذا حدث؟ والله لم أرى وصفا لهذا إلا في كتاب الله. تذكرت عاد وإرم ذات العماد، وتلك القرى التي تجبرت في البلاد، وما حل بهم لما عصوا أوامر الله وخالفوا. والله ما تذكرت إلا قوله تبارك وتعالى: فتلك القرى أهلكناهم لما ظلموا، بظلمهم، بعصيانهم، بتجبرهم على أوامر الله. وصلنا إلى شواطئ البحر، والله ما رأيت إلا أرض قد استوت. قد تقول بيوتهم خشبية، لا والله،
لا والله، بيوتهم من أقوى البنيان، حديد وإسمنت، أزاله الطوفان عن بكرة أبي. تذكرت قول الله وأنا أرى الجبال يمنة ويسرة، ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا، فيذرها قاعا صفصفا. والله هذا ما حدث في ذلك المكان. قال لي: لا زال هناك دمار أكبر وأعظم مما رأيت، مدن كاملة كانت قائمة على تلك الشواطئ. وحتى تتخيل مقدار الدمار، طول الشواطئ التي تضررت أكثر من 250 كيلو طولا، المناطق التي تضررت وأزالها الطوفان يصل طولها إلى 250 كيلو طولا، ودخل الطوفان إلى داخل اليابسة إلى 8 و10 كيلومترات، فلم يبقي شيئا أمامه إلا أزاله، لم يبقي شيئا أمامه إلا أزاله. بت على حال لا يعلمها إلا الله، وهو يقول لي: سترى أعظم من هذا؟ قلت: أعظم، بل هناك أعظم مما رأيت. لك أن تتخيل تلك البيوت بجدرانها وإسمنتها وحديدها، حين أزالها الطوفان من مكانها أين ذهبت؟ رماها الطوفان على القرى الأخرى فدمرها عن بكرة أبيها. أتتهم حجارة وأتتهم أشجار مقتلعة وسيارات تتطاير كأنها أوراق. هذا فعل الطوفان بالحديد والحجر. أسألكم بالله، ماذا صنع ذلك الطوفان بالبشر؟ إن كان هذا فعل الطوفان بالحديد والحجر، فأسألكم بالله ماذا تظنون أنه قد صنع الطوفان بالبشر؟ إن بطش ربك لشديد، إن بطش ربك لشديد، إنه هو يبدئ ويعيد. لا إله إلا الله. يا رب يا قهار، تستدفع الأضرار. يا رب يا قهار، يا مجيب الأقدار، يا من برحمته تستدفع الأضرار، يا من بحكمته كم حير الأفكار، يا من عجائبه من أعظم الأسرار، يا من بحكمته كم حير الأفكار، يا من عجائبه من أعظم الأسرار. فالنار فيها ماء والماء فيه النار. يا من برحمته تستدفع الأضرار، يا رب يا قهار، يا مجري الأقدار، يا من برحمته تستدفع الأضرار. والكون فيه جنود من ضمنها الإعصار، كم دمر الإعصار مساكنا وديار. نادى عن الزلزال المستحكم الهدار، فإن فيه عظات تكفي ذوي الأبصار. ساكنا وديار. ماذا عن الزلزال
باقي الأخبار. ونعم قوم فيه خوامه إنذار. حكمك يا مولانا يا مجري الأقدار. ونعم قوم فيه خوامه إنذار. حكمك يا مولانا يا مجري الأقدار. يا رب يا قهار. أخذوني إلى شاطئ آخر وإلى أماكن أخرى رأيت فيها أعظم مما رأيت. قلت ذاك بيت قد نجا هناك؟ قال لا. أترى البيت الذي هناك؟ قلت نعم. قال هذا ليس بالدار الأول، هذا الدور الثاني لذلك البيت، ذلك هو الدور الثاني لذلك البيت. أتى الطوفان بكل قوته فاقتلع الدور الأول عن بكرة أبي، وبقى الدور الثاني صافيا رماه عشرات الأمتار عن مكانه الذي قام عليه. قلت يا الله كم كانت قوة هذا الطوفان حتى يصنع ما صنع. ألتفت يمنه فلا أرى إلا الأرض قد استوت يسرة أو هنا أو هناك، كما قلت لك لا ترى إلا الموت والدمار. ليست بالبيوت الخشبية بل أقوى من الحديد وأقوى من الحجر. هذا بيت قد انتهى من بنيانه من 3 أشهر. ثم وأنا أجول ببصري يمنة ويسرة إذا ببنيان أبيض شامخ هناك. قلت ما هذا؟ قال لي هذا مسجد القرية. قال لي هذا مسجد القرية، لم يتحرك ولم يتزحزح من مكانه. التفت يمنه لا أرى شيئا، التفت يسرة من المسجد فلا أرى شيئا. لا أقول لكم إن المسجد لم يتضرر، تضرر قليلا ترميمات لأيام، ثم يرجع المكان كما كان، بقى آية وعلامة شامخة في ذلك المكان. سألت أكثر الناجين كيف نجوتم؟ قالوا هربنا إلى المسجد. هكذا نحن لا نعرف الله إلا متى، لا نعرف الله إلا في الشدائد، لا نعرف الله إلا في الشدائد. قلت كيف حال أهل هذه القرى؟ قال من أحسن الأحوال، أكلا وشربا ومطعما، ويعيشون في أحسن الأحوال، بل أهل الشواطئ من أغنى الناس هناك. الذي يستطيع أن يسكن بين مدن الشواطئ هو من أغنى الناس. ينبئكم التسونامي بموثق الأخبار. هذا ما رأيت في رحلة الأحزان. بقى بيت الرحمن آية وعلامة أن الجبار فعال لما يريد، وأن النجاة لمن أراد الله له النجاة. ينبئكم التسونامي بموثق الأخبار. هذا ما رأيت في رحلة الأحزان. سألت أحدهم أخبرني عن قصتك، سمعت قصصا عجاب، سمعت عجب العجاب. قال لي أحدهم هو كان من الناجين، يعمل في مصنع إسمنت، ومصنع الإسمنت على مرتفع جبلي لذلك نجى المصنع ونجى من فيه. قال في 7:30 صباحا أحسست بهزة في الأرض، فتذكرت أطفالي 10 وزوجتاي 2، تذكرتهم والأرض تهتز فخفت عليهم، فذهبت إلى البيت فإذا هم نيام. اطمأننت عليهم، عدت إلى مصنعي وإلى مكان وظيفتي. سبحان الله، المصنع يا إخوان يطل على البحر. يقول الذي حدث، اسمع بارك الله فيك، الذي حدث أن الزلزال حين ضرب على بعد 40 كيلومتر عن شواطئ أندونيسيا، 40 كيلومتر عن شواطئ أندونيسيا.
لكن تقف حائرا حين تقول يا الله كيف وصل إلى الشواطئ المقابلة وهي تبعد آلاف الكيلومترات؟ أي قوة كانت على تلك الأمواج حتى تصل إلى آلاف الكيلومترات من الجهة المقابلة فتدمر الشواطئ أيضا هناك؟ إن كان هذا فعلها بمن يبعد عنها آلاف الكيلومترات فلك أن تتخيل ماذا صنعت بأولئك الذين لا يبعدون عنها إلا 40 كيلومترا. ما الذي حدث؟ ضرب الزلزال في قاع البحر فانحسر الماء إلى داخل الأرض فانحسرت الشواطئ من هنا ومن هناك. ماذا صنع الصيادون والذين كانوا على الشواطئ؟ رأوا الأسماك حية هنا وهناك على مدى 2 كيلو داخل البحر، فدخلوا إلى داخل البحر يلتقطون الأسماك. هو يقول لي وما هي إلا لحظات وأنا أشاهد الناس يلتقطون الأسماك، إذا بأمواج عاتية لونها أسود ارتفاعها عشرات الأمتار تطوي الأرض طيا بأسرع مما تتصور، فما سمعت إلا الصياح وما سمعت إلا أصوات الاستغاثات تأتي من كل مكان. رأيت أمواجا سوداء تحمل الغضب، والله ما رأيت فيها إلا غضب الجبار. فلما دخلت المياه في قاع البحر ما الذي حدث؟ اختلطت بالحمم النارية فارتفعت درجات المياه إلى درجات عالية فأغرقهم وأحرقهم ودمرهم عن بكرة أبيهم. حرق وغرق ونار، الجثث التي رأيناها سوداء متفعمة. يا الله ماذا كان يصنع هؤلاء؟ فالجبار رحيم، لكنهم أغضبوا الجبار جل جلاله. فدكت الأرض دكا ومادت الجبال بمن عليها، فأرسل الرحمن صوتا من العذاب. يا الله ماذا كان يصنع أولئك القوم فلما آسفونا انتقمنا منهم. سألتهم ماذا كان يصنع على تلك الديار؟ إنه الظلم، ظلم بني الإنسان، ظلمهم لأنفسهم وظلمهم لغيرهم حين تعدوا على المحارم وحين تعدوا على الآخرين. انتشر بينهم الزنا وانتشرت بينهم الفواحش والمنكرات، وانتشر بينهم أمر عظيم أعظم من هذا كله، كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوا، كانوا يرون الزنا ويرون الجبار يعصى فلا يتكلم متكلم. لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم، ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون، كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوا، كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوا، لبئس ما كانوا يفعلون. أصبح الزنا
أمراض طبيعياً، أصبحوا يدنون أمام مرأى ومسمع من بعضهم البعض، أبناء المسلمين يزنون بالمسلمات، ويأتي النصارى من سياح وغيرهم يزنون ببنات المسلمين، ولا أحد ينكر ولا أحد يغار، فغار الجبار في سماءه، فأمر البحار وأمر الأرض وأمر الجبال بأمر وكلمة منه، بل في دقائق معدودة آلاف الموتى وآلاف من الدمار، ليرينا أنه شديد العقاب، ليرينا أنه شديد العقاب. ينبئكم التسونامي بموثق الأخبار. هذا ما رأيت في رحلة الأحزاب. انتشرت الفواحش والمنكرات فحل بهم ما حل. هل تظنون أنه لا يوجد عندنا زنا ولا شرب خمور، بل انتهاء كل المحارم، فما الذي يمنع بأس الله عنا؟ لسنا بأكرم على الله منهم. أنا أترك أهل المعاصي ونترك أهل المنكرات أن يفعلوا بنا مثل ما فعلوا به، نتركهم. ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما، فإذا سكتنا عنهم فماذا يحول بيننا وبين العذاب؟ لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر، أو ليوشكن الله أن يسلط عليكم عذابا فتدعونه فلا يستجيب لكم. نجاتنا بأمرنا بالمعروف، أن نقول للظالم أنت ظالم، وأن نقول للذين يعصون الله اتقوا الله. والله لن نتركهم، والله لنأمرنهم ولناطرنهم على الحق أطرا، فإما حياة تسر الصديق وإما ممات يغيظ العجاب. والله لن نتركهم ولن تنجو السفينة إلا بتعاون ركابها، إلا بأمرها بالمعروف، إلا بأمرها بالمعروف ونهيها عن المنكر. الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر. ليس إن مكناهم في الأرض أقاموا الملاعب والملاهي والمهرجانات الغنائية. سألت أحدهم ممن يقيم عند ذلك المسجد الشامخ، أين تقيم أنت؟ قال بيتي هناك. ما رأيت شيئا، كان هناك بيت، أما الآن فلا ترى إلا حطام. قلت من مات من أهلك؟ قال ماتت أمي ومات أبي في ذلك المكان. قلت أين كنت أنت ساعة وقوع ما حدث؟ قال واسمع ما قال. قال كنت أطوف على المساجد أعلق عليها صفة صلاة النبي وصفة وضوئه. كنت في تلك الساعة الذي حل بها ما حل أطوف بين المساجد أعلق صفة صلاة النبي وصفة وضوئه، فكان من الناجين. تعرفون قصة السبت وكيف أهلك الله أهل المعاصي والمنكرات والذين سكتوا على منكراتهم، وأنجى الله من أنجينا الذين كانوا ينهون عن السوء. أنا أهلك وفينا الصالحون. قال نعم، إذا كثر الخبث
ذلك بأن ربك لم يكن مهلك قرية بظلم وأهلها مصلحون. هكذا ننجو، نأخذ بيدنا وبأيدي بعض، أمرا بالمعروف ونهيا عن المنكر. غيروا ففضل من الله ونعمة، ما غيروا فالذمة بريئة أمام الله. لم تعظون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا؟ قالوا معذرة إلى ربكم، قالوا معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون. فالله الله 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 بقول كلمة الحق، لا نخاف بالله لومة لائم. إن سكتنا والله ليحلن بنا ما حل بهم، وسنة الله ماضية، لا تحابي أحد ولا تجامل أحدا، هذا هو طريق النجاة، أمر بالمعروف ونهي عن المنكر. استجاب من استجاب فبحمد من الله، ومن لم يستجب فلا يلومن إلا نفسه. وبين يدي الله سيقف الخصوم، وبين يدي الله سيقف الخصوم. ينبئكم التسونامي بموثق الأقدار. هذا ما رأيت في رحلة الأحزان. إذا كانت زلزلة دقائق وثوان صنعت هذا الدمار والهلاك، فكيف بزلزلة يوم يجعل الولدان شيبا؟ لقد جعل الله هذه الآيات والأحداث عبرة وعظة لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. قال جل في علاه: إنا لما طغى الماء حملناكم في الجارية لنجعلها لكم تذكرة وتعيها أذن واعية. فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة وحملت الأرض والجبال فدكتا دكة واحدة، فيومئذ وقعت الواقعة وانشقت السماء فهي يومئذ واهية، والملك على أرجائها ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية. يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية. يا الله، كم مرة قرأنا قول الله: إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها. يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم. يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. إنها زلزلة يوم القيامة، وما أدراك ما يوم القيامة؟ يا مخطئا ما أجهلك، يا مخطئا ما أجهلك، عصيت ربا عدلك وأقدرك وأمهلك، عجل وبادر أملك واختم بخير عملك ونادي ربا فضلك. لبيك إن الحمد لك والملك لا شريك لك. لبيك إن الحمد لك والملك لا شريك لك. اتقوا الله عباد الله، اتقوا الله عباد الله. إن الواجب علينا في مثل هذه الأحداث
وفي مثل هذه الظروف أن نرجع إلى الله، أن نلجأ إلى الله، أن نتضرع إلى الله، أن نتوب ونستغفر الله. فالواجب عباد الله عند حدوث مثل هذه الحوادث وغيرها من الآيات المسارعة بالتوبة والضراعة إلى الله والإكثار من ذكره واستغفاره، كما قال صلى الله عليه وسلم: فإذا رأيتم ذلك فافزعوا إلى ذكر الله ودعائه واستغفاره. ويستحب أيضا رحمة الفقراء والمساكين والصدقة عليهم، لقوله صلى الله عليه وسلم: ارحموا ترحموا، ارحموا ترحموا. وقال أيضا: الراحمون يرحمهم الرحمن، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. وقال أيضا: من لا يرحم لا يرحم. ينبئكم التسونامي بموثق الأخبار. هذا ما رأيت في رحلة الأحزان. أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يطهر بلادنا وبلاد المسلمين من الشركيات والبدع والخرافات والضلالات والمعاصي والمنكرات. اللهم ادفع عنا الغلاء والوباء والربا والزنا والفواحش والفتن ما ظهر منها وما بطن، ولي علينا خيارنا واكفنا شرارنا، اجمع كلمتنا على الحق يا رب العالمين. اللهم وفق الآمرين بالمعروف، اللهم وفق الآمرين بالمعروف، اللهم وفق الآمرين بالمعروف والناهين عن المنكر، صنع أعراضهم واحقن دماءهم. اللهم وفقهم في الدنيا والآخرة يا رب العالمين. اللهم من تطاول عليهم فأخرس لسانه وشل أركانه يا قوي يا عزيز. اللهم اجعلنا ممن يقولون الحق ولا يخافون فيك لومة لائم. اجعل اجتماعنا مرحوما وتفرقنا معصوما، ولا تجعل من بيننا شقيا ولا محروما. ارحم إخواننا في أندونيسيا وفي كل مكان، اجبر مصابهم، ارحم أيتامهم وأراملهم، واطعم جياعهم واشف مرضاهم واجمع شملهم يا أرحم الراحمين. اللهم لا تحرمنا خير ما عندك بأسوأ ما عندنا يا حي يا قيوم. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، ثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. استغفر الله العظيم، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.